خليل خليل قوم فز كلمني. في يا بنت عايزه ايه مني بقى تشنام؟ خليل بقول لك اتعدل وكلمني. تضربيه يا بنت ولا نايم؟ عاوزه ايه مني؟ فين بقيت الحاجه اللي بعتها الحاج فرج؟ فين بقيت الاكياس اللي هو بعتها؟ راحت فين؟ الشنطه واحده هي موجوده على الترابيزه بره. امي قالت ان هو بعت اكتر من شنطه، انا عايز ارجعهم له، مش عايزه منه حاجه. وترجعيهم ليه يا عسل انت؟ ده النبي ايه بالهديه؟ انا حره، بقيت الحاجه فين؟ بديعه خدت نصيبها. وبعدين لما انت بتعرفي راجل هاي كده مش كان يجيب لي مايوه عشان اطلع بيه جامصه؟ ماشي يا خليل. وبعدين في تيشيرت زهرة، انت بنت راح فين؟ يا مول هنا، يا مول هنا، انت تعالي شوفي مين اللي مسروع على الدف. مين اللي بيخبط كده يا راجل؟ شوفي يا اختي. مين ده؟ زهرة، اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. اهلا يا بنتك. فين؟ طب قولي ايه يا مرة دستور؟ بقولك بنتك فين؟ الله. هو يا اختي بتقيس الحاجة يا اختي، مكنتيش قادرة تقولي لخطيبك يخلي باله منا احنا كمان. مين؟ عارفة ليه؟ زهرة، شفتي الفستان حلو عليا ازاي؟ شفتي؟ هو طويل شوية بس مش مشكلة، انا حابة اقصه. تقصي ايه؟ ايه الفستان؟ فستان اهي اللي هقلعه يا زهرة، مش قلعاه. ده مش فستانك، وكل حاجة دي انا عايزاها في اكياس. نعم يا اختي، اوعي ايدك وسيبي الحاجة دي، تعالي لي هنا. بقول لك ايه يا حبيبتي، بلاش الكد اللي انت فيه ده يا الدلعادي، خطيبي خليل وجاب لي حاجات. مالك انت؟ خطيبك ده حيوان بلطجي، طول ما هو ماشي بيشفط اللي قدامه. اسمعي يا حبيبتي، بالتي هي احسن تحطي الفساتين دي في الاكياس وتدهاني. احسن وديني واسلامي، اطربع عليك البيت ده انت واللي خلفوكي. ده رايي يا الدلعادي. انت جاي عندنا يا حبيبتي تهددينا ببيتنا ولا ايه؟ ما تتلمي يا زهره. اما ياما تعالي لي ياما، شوفي البلوه دي. انا بلوه يا بنت المغسله؟ يا بنت مالك؟ مالك يا بديعه؟ في ايه؟ في ايه يا اختي حبيبتي؟ مالك ومالها يا زهره؟ انا عايزه اقلع الفستان. فستان ايه؟ مش خطيبك يا حبيبتي اللي من عليكي بيه؟ الله، انت ايه يا زهره واخوكي ايه بس؟ انا ملياش دعوه بالبلطجي ده. ام بديعه، انا عايزه حاجتي بالتي هي احسن. حاجتك ده ايه يا حبيبتي؟ حاجتك ده ايه يا ام حاجه؟ الحاجات ايه؟ مش دي الحاجات اللي جابها لي خطيبي خليل يا مامي؟ خليل مين؟ هو انا هيكوا عشان يجيب لك فستان زي ده يا ولية؟ انت انت يا بت الاقي الفستان ده ويكون في علمك لو لقيت تحتيه حاجه جديده هقلعها لك. خفت انا بقى؟ خفت؟ لا خفت يا بت خفت. بقول لك ايه يا زهره، لمي نفسك وخلي اليوم ده يعدي عليكي. مامي خدي بنتي دي طلعيها بره. هي ايه؟ سرقه؟ طب يكون في علمكم بقى، انا مش هخرج من هنا غير معايا كل حاجتي. لا 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 يا زهره، مش حلوه عشانك ده يا حبيبتي. انت جايه تتهجمي علينا في بيتنا ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، على راي المثل اللي قاعدين يكفوا شر اللي اسمه ايه ده بقى كده يا طنط. طيب انا بقى هوريك الشر على اصوله، وحاسبه يحب الشغل ضرب بنتك. ايه ده؟ يا ريت عندنا تاني. انت خليت شكل وحش في الحي، اخدت الطعم الاولاني عشان كان مكافاه بالنسبه لي. انا مش فاهمه انت تقصد ايه بكل الاعمال اللي بتعملها دي. الله 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 الله، ايه الموضوع؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وايه اللي حصل؟ اهدي كده بس، اقعدي 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 اقعدي، امال واهدي. اديني قعدت. يا ساتر، مالك مزعببه ليه؟ ايه اللي مزعلي؟ انا مش فاهمه حاجه، انت بتعمل معايا المشاكل دي ليه؟ خليت شكل وحش جدا في وسط اهلي والجيران. خلاص يا ستي ما تزعليش، نخليها رسمي. يعني ايه رسمي؟ يعني انا طالب القرب. القرب من مين؟ الله، يعني مش عارفه ايه القرب؟ يعني طالب اتجوزك ولا دي كمان مش فاهماها؟ هو انا مش عايزه اتجوز، رافضه. تقلي معصبك كده؟ انا مش عارف اعمل معاك ايه، كل ده عشان بعتلك شويه هدايا؟ ماشي، خلينا في المهم، انت ليه مش عايزه تتجوزيني؟ علشان انا مش. لا، قبل ما تتكلمي وتقولي رايك روقي كده واهدي وفكري كويس. أنا مش عايزة أتجوز من الأساس. وفي حد في الدنيا مش عايز يتجوز؟ في واحدة في الدنيا مش عايزة تتجوز؟ لا، ومين؟ من فرج أبو اليسر؟ طب ده أنا اللي تتجوزني تبقى اتفتحت لها طاقة القدر. عندك حق في كل الكلام ده،
لكن انا بقى ظروفي ما تسمحش. ومن فضلك يا حاج ما نتكلمش في الموضوع ده تاني عشان تعبت بجد. انا تعبت. الله استني بس يا بنت الحلال. زهره لا حول ولا قوه الا بالله. منتصر سيب اللي في ايدك وتعالى لي حالا دلوقتي. خير يا كابتن ماجد؟ سايبني شغلي وجايبني على ملا وشي ليه؟ يعني صاحبك متضايق وعايزك تكون معاه، انت شايف فيها حاجه غلط دي؟ لا بص قدامك يا اخي. لا صاحبي متضايق ما فيهاش حاجه غلط، بس شكلها كده فيها ان والله انا تعبان يا فريد. لا تعبان يبقى نقعد يا معلم، اطلب لي واحد كابتشينو. اطلب لك. اتفضل. ابراهيم كابتشينو بتاعك. اتنين. ايه بقى في ايه؟ انا النهارده اتاكدت من مشاعري، انا حاسس فعلا ان انا بحب زهره. وبعدين انا جايبك هنا عشان تقول لي انت وبعدين. والله وبعدين دي تتوقف عليك وعليها. يعني انت متاكد ان انت بتحبها؟ بس انت متاكد ان هي بتحبك؟ انا حاسس بكده، سلوكها وحركاتها بتقول انها بتحبني، بعدين كلامها معاك لما وصلتها بعربيتك بيقول كده. طب تمام، ايه بقى المشكله؟ المشكله ان الحاج عايز يتجوزها. ولما سالني عن رايي لقيت نفسي بقول له كلام في صالح جوازه منها. ايه يا ابني الهبل اللي انت فيه ده؟ ده جوز اختك. اه صح، بس العلاقه اللي بيني وبين الحاج علاقه متينه جدا. ده هو اللي مربيني، ده اتجوز اختي وانا عندي 15 سنه، وهو اللي صرف على دراسه الطيران بتاعتي. لا انت كده موقفك منيل فعلا. بص يا معلم، انت قدامك حل من اتنين، يا اما تضحي وتعمل زي عبد الوهاب ما بيقول في اغنيه عاشق الروح، يا اما تطلع واطي وتاخدها وتهرب وتتجوزها بعيد عن الحاج. ايه الحلول دي؟ ايه الحلول اللي شبهك دي؟ مفيش عندك حل تالت؟ لا عندي. ايه هو؟ اتجوزها انا. عمي انا مش ناقص هزارك ودمك الواقف ده. انا هطلب نقل المحطه تانيه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني انت قررت ما تبقاش واطي وتبقى ندل؟ هتسيبها وتهرب؟ ما انا ما اقدرش اعيش في بلد هي عايشه فيها ومتجوزها واحد تاني. يا اخي انت محسسني ان فرحها على الحاجه بكره الظهر. في ايه؟ ما تهدى، ما تجيب الكابتشينو يا ابراهيم. القرف ناس واطيه. اما 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 راحت فين دي يا اما؟ هي امي فين يا خالتي؟ في ناس يخشوا جوا عربيه اسعاف واخدوها. يا ناس يا منيل ليه اللي حصل؟ ما تتخضيش يا حبيبتي ما تتخضيش، مفيش حاجه حصلت خالص. وخلي اخويا فين؟ راح معاهم ومعاه فوزي ابني. طب ما تعرفيش عليه مستشفى؟ والله يا بنتي ما اعرف. هيا فوزي. انا امي فين يا فوزي؟ نزلها في الجناح. وانت زي ما تقوليليش. انا بحسبك عارفه. ان شاء الله انا قلت لها. مالك يا ماما في ايه؟ سلامتك. الف سلامة. الله يرحمك. ايه؟ مالك يا حبيبتي؟ الف سلامة عليك. ما تخافيش يا حبيبتي. انا كويسة قوي. دول شايليني هنا على كفوف الراحة. وكل الحكم طلعوا وشافوني وكشفوا عليا. ايوه عملوا لها اشعاعات ومحاليل. وشفت راجل القبهة الراجل المجد عمل ايه مع عمك وانتي مش موجودة؟ وقال ايه مش عاجبك ما جايبه ولا هداياه. حق الراجل ده انا حبيته كده لله في لله. يا رب يا بديعة يا بنتي يرزقك بعريس زيه. هو انتي كنت شفتيه قبل كده ولا حتى تعرفيه؟ هما دول نسابك اللي انت هتموت عليهم؟ يموت؟ ده لو كان مات كان زماننا دفناه.
خليل. ايوه الحاجة عايزك. طب بسرعة قبل ما يدفنوني هنا. والنبي يا حبيبي. نعم. اشكرهولي. العفو يا اما. حاضر حاضر. طيب يا حبيبي. بعد اذنكم. ويشكرك يا اما. هو انت كان ناقصك حاجة في البيت؟ جرايح يا زهرة. ما تعقلي كده. بقى بالذمة البيت ولا الأمل اللي الحاجة عاملها لأمك هنا؟ ما تعقليها يا خالتي. كل شيء اسمه ونصيب يا حبيبتي. ما هو الاسم والنصيب يا خالتي جمله حد بنتك بيقولوا لها شبيكي لبيكي الخير والهنا تحت رجليكي. هي بنتك اللي بتتبطر. وبعدين يا بديان ما تلمي نفسك بقى. ما تلمي نفسك يا بنتي وحطي لسانك جوه بقك. ليها حق تتبطر ما دام العرسان اللي يشرحوا القلب عمالين يتنططوا حواليها. يا اختي كفايه بقى كفايه. فضونا من السيره دي نتكلم في سيره تانيه. سبحان الله سبحان الله. الحاج كان عايزك ليه يا خليل؟ مش هتصدقه. لا يا اخويا انت انت بس واحنا هنصدق. حقه الحاج ده عامل زي خاتم سليمان. الراجل ده صعبان عليا قوي والله يا زهره. فضل يتحايل عليا بتاع ساعه ونص عشان اوفق اشتغل عنده. بالعافيه وفقت. وكلم الجدع اللي اسمه منتصر اللي شغال معايا ده مش عارف جدع كده وقال له اديله مرتب 1000 جنيه في الشهر. ايه 1000 جنيه؟ 1000 جنيه ليه؟ هو كان هيشغلك وزير. ايه ده؟ انت جننتي ولا ايه؟ فاكره نفسك كده فرح بلدي؟ انت يا اختي هنا في مستشفى 5 نجوم. انت يا اختي هتخمسيني من اولها؟ لو انت فاكره كان هحجز المستشفى اللي انت بتشتغلي فيها. لا يا حبيبتي ده انا فرحانه بالامل اللي هيبقى فيها عريس بيتي. ايه يا كابتن ماجد مالك انت بقى؟ بصراحه اليومين دول مش عاجبني. انت كنتش عاوز تتجوز انت راخر وماله؟ انا تحت امرك بس انت شاور. لا يا حاج انا جيت اودعك بس. تودعني يعني ايه؟ انت رايح فين اصلا؟ انا اتنقلت وماشي بكره. اتنقلت؟ طب وليه يا جدع الشحطاطه دي؟ ما انت قاعد وسط الناس اللي بيحبوك. ده ولاد اختك بيموتوا فيك. ولو انت عايز الحاج يعني يكلمهم عشان يلغولك النقل ده الحاج ما عندوش مانع خالص. اه طبعا. شوف لي انت بس مين اللي ماسك عندكم وانا اكلمه على طول. انت عارف يا ماجد انا متاخرش عنك في اي حاجه. خيرك سابق يا حاج خيرك سابق. ما تقولش كده يا جدع عيب. انت زي ابني بالظبط. خساره يا ما كان نفسي اخلف ولد واشوفه زيك كده. لكن معلش كله اسم ونصيب. على العموم الجايات اكتر من رايحات. انت بس جيب لي اسم الجدع اللي نقلك ده. لا يا حاج معلش اصلا ما فيش عندنا وسايط. انت باين عليك على نياتك يا ابني. الدنيا كلها ماشيه بالوسايط دلوقتي. اشمعنى انت اللي عايز تمشي دغري عشان يعني سايق طياره؟ طب ما انت ساعات برضو بتحاول لو اخذ يمين وشمال. الله الله يا حاج ايه الحكم دي؟ شوف يا كابتن ماجد خد الحكمة من بوق الحق. أنا مش عايزك تحمل هم. مالك مهموم ليه؟ إذا كانت حكاية النقل دي مش عاجباك أنا يا سيدي مستعد أشتري لك طيارة وتبقى تطلع بيها براحتك. صح يا حاج ويشغلك جيزة فيصل. يلا أستأذن أنا يا حاج. أقول لك إيه براحتك. أشوف وشك بخير. سلامة حبيبي. خد بالك من نفسك. أختك عارفة؟ آه عارفة. مع الف سلامة يا كابتن. الله يسلمك. محترم الكابتن ماجد ده. اه والله. شو بعرف؟ إيه طبعا بعرف. انت ما بتعرف قديش انا قلبي محروق على اخي ماجد. ولا كنت اعرف. طب كان يقول لي بدل ما يسيبني لحد مغرق لشوشتي في حبه. خلاص يا حد اعمل جميل وسيبها للواد. ما اقدرش يا فهيمة ما اقدرش ما اقدرش. أصلكم ما تعرفوش قد إيه بحب زهرة. زهرة دي دلوقتي معششة في قلبي زي العصفور بيعشش على الشجر. تقبر قلبي إلهي. وهي كمان حبة لإلك معشش بقلبها واللي عم تضحك عليك مشان تسحب مصرياتك. يا حج يا حج خلي بالك دي باين عليها قطاعة تلعب بالبيضة والحجر. أبدا أبدا. أنتوا أصلكم ما تعرفوش زهرة. دي زهرة عمرها ما طلبت مني حاجة. حتى يوم ما بعت لها شوية هدايا زعلت زعلت ورجعتهم لي حتى اسأله منتصر. لأنه ما بدها اياك تقبرني علشان بتحب ماجد. لا لا ما افتكرش.
لو كانت بتحب ماجد ما كانش سابها وسافر، لكن لما لقاها واقعه في دباديبي قالت طيب احسن. طب انا راضي ذمتكم، ولو اني عارف ان مفيش واحده فيكم عندها ذمه. لو قدامها ماجد والحاج فرج ابو اليسري، الحاج فرج ابو اليسري صاحب الجاه والمال، بذمتكم كده تختار مين؟ القلب وما يريد يا حاجي. بعدين وينك؟ لا تزعل مني حجي، هي اتجوزتك مش مصرياتها. تقدر تقولي يا حاج هتتجوزك على ايه يا راجل يا شايب يا عيب انت؟ بتبرطمي تقولي ايه وليا انت؟ على العموم بقى ريحوا نفسكم انت وهي. انا عايز الولد، نفسي اخلف ولد، وحاسس ان زهرة هي اللي هتجيب لي الولد. وبعدين معاكي بقى هتفضلي تحصري في نفسك كده على طول يا بنتي، واخرتها مش قادره يا ابا مش قادره. انت سايبه حالك ومحتالك وقاعده كده، هنقعد كده لحد امتى بقى؟ انا لو اعرف بس يا ابا اللي غيروا من ناحيتي كنت استريحت. ما يمكن عرف ان الحاج فرج عايز يتجوزك. لا ما عرفش يا امه، انا خلاص ما بقتش فاهمه حاجه، والله العظيم لو فهمت هستريح. خلاص يا حبيبتي خلاص بقى، عشان خاطر انا اعملي معروف، قومي كده اغزي الشيطان وقومي. انت ناسيه ان فرح اخوكي كمان يومين؟ شوفيني والنبي يا امه بس اقفلي الباب وراكي. حاضر يا اختي. حاضر انا جاي اهو. حاضر يا اللي بتخبط. حاضر وانا واقفه ورا الباب يا اخويا. حاضر. صباح الخير يا ست الحاج. اهلا. صباح النور. اتفضل يا اخويا. اهلا وسهلا. يا رب يا ساتر. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. تشرب ايه بقى؟ لا ولا حاجه يا حاجه. هي زهره مش هنا ولا ايه؟ لا هي مش هنا. اه اصل الحاج يعني كان بيسال عليه. وبيسال عليها ليه؟ ما انت عارفه يا ست الحاج. طب تشوف بقى قول له ايوه هي موجوده في البيت وقافله على نفسها الباب ومش راضيه تكلم حد. عملت ايه يا منتصر؟ لقيتها؟ لقيتها يا حاج قاعده في البيت ومش عايزه تقابل حد. وعرفت ازاي؟ امها قالت لي يا حاج، وكمان قالت لي ان فرح اخوها الخميس الجاي وعزمتني. فرح خليل؟ وعاملينه في انهي لوكنده ده؟ في لوكنده السطوح يا حاج. السطوح؟ فين دي؟ لا بعد الدور اللي هم فيه على اليمين وانت داخل كده جنب الدش. يخرب عقلك يا منتصر. ادخل. في ايه يا حجاج؟ في موظف عندنا يا فندم عايز يقابل حضرتك ضروري. ده مين ده؟ بيقول اسمه خليل. الله الله الله، ده ابو نفسه مشرف وحرك. طب ومعافه بره ليه؟ خليه يخش. حاضر. اهو ده بقى اللي هيجيب لنا قرار اخته. السلام عليكم يا حاج ابو حماد. السلام ورحمه الله وبركاته. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لو سمحت يا حاج انا جاي اتحايل عليك واترجاك انك تتعطف عليا وتحضر فرحي. انا وقفت بره قالوا لي فين دعوته، قلت له روح ربنا يكرمك. طب يا سيدي الف مبروك، بلغني انكم عاملينه فوق السطوح. لا حاج ازاي فوق السطوح؟ ايه ده سطوح ايه ده؟ طالما انت حضرتك جاي وحد شرفنا هنعملها في الوسعايه اللي في الشارع يعني، وممكن الاستاذ منتصر يجي عادي يعني. امك عزبتني ماما. ايوه شفتها فين ماما؟ في جنينه الاسماك. ماشي لما اروح لها. بس بقول لك يا خليل، انا عايزك تعقل زهره وتلين دماغها عشان ترجع في كلامها، والا وشرفي هرجعك تاني مصلحة المجاري. لا مجاري تاني لا يا حاج، انا هلين لك دماغ زهرة دي، انا هروح بدماغها لغاية اسكندرية راح جاي كده لغاية ما تلين. بصراحة ما اعرفش. ازاي ما تعرفش؟ انت اقرب واحد ليه وصاحب. اصل هو قال لي ان هو مش هيستقر في مكان واحد، يعني على حسب هيسافر فين. طب ما قالكش هيرجع مصر امتى؟ اه شكله مش ناوي يرجع اساسا. ليه؟ بيقول مش عايز. طب ما قالكش اي حاجه بالنسبه لنا يعني؟ لا طبعا قال لي الكلام بتاع الافلام العربي ده، ان هو يعني بيتمنى لك الخير وان كل اللي يهمه في الدنيا هو سعادتك وبس.
انا مش فاهمه انت بتقصد ايه بالكلام ده. يعني هو بيقول لك لو جات لك فرصه مناسبه تتجوزي راجل مناسب من وجهه نظرك هو مش هيكون زعلان، وخصوصا بقى لو الراجل ده هو انا. ايه رايك؟ بخير. ازيك يا حاج؟ منور الفرح. ايه الفرح الساكت ده؟ في فرح من غير هيصه وزمبليطه؟ لا، ما احنا لسه مخلصين الزفه، كان عاملها اكبر مطرب تكاتك. تكاتك؟ اه. وده مقامك برضه؟ ده مقامسي خليل. انا جايب لكم اجمل مطرب في العالم العربي. يا سلام. الف مبروك يا سي خليل. الله يخليك يا حاج. الف مبروك. نورت الدنيا كلها يا باشا. الف مبروك يا عريس. نورت الدنيا كلها. الف مبروك يا عروس. الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. ربنا يتمم بخير. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. احنا بقى ناس بلدي ونحب النقطه. النقطه دي للعريس والعروس. ربنا يخليك يا بنت. افتحونا. اتفضل يا حاج. اتفضل. اتفضل يا استاذ منتصر. اتفضلوا. شاكرين يا باشا. يوم يا نوال. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ عايزين تفضحوني؟ النقطه اتكفلت. في قلبي كلام وشوق وغرام شايلهولك حقولهولك مع الأيام وحنقول احنا لسه حبايب ما خلص قلنا حنقول لسه قلبنا دايب يلا بينا كله
فولم قوي قوي جاي. هنقول كل حاجة الليلة، يلا بينا السقف كله. ايه ايه خطفت قلبي بنظرة عين، من يومها وانت عليك العين يا حبيبي، كمان قرب لي ما نفسي اعيش ليومي. وحنقول كل حاجة الليلة، ما خلاص قلنا حنقول عشنا دنيا جم سافولو. ايه هو ده هو ده. خطفت قلبي بنظرة عين، من يومها وانت عليك العين يا حبيبي، كمان قرب لي يا ما نفسي اعيش ليومي. وحنقول احنا يو ما خلاص قلنا، حنقول احنا يو ما خلاص قلنا، حنقول احنا لسه حبايب يو ما خلاص قلنا، حنقول لسه قلبنا دايب عايزين اغنيه كده اللي كان فيها خناقه اللي كنت بتقولها دي لو سمحت يا عم. من فضلك بس. ايوه من فضلك. حاضر عناي. عناي حاضر. شفت المشهد ده قبل كده. يلا بينا اتفضل يا استاذ تعالى. ومن فضلك لو سمح نزل ايدك ده بعد اذنك كده مش صح، نزل ايدك ده مش انا خلص اللي ممكن اتفرم، انا الوحيد اللي انضرب ولا يوم ورم، مش انا خالص اللي ممكن اتفرم، انا الوحيد اللي انضرب ولا يوم ورم. حتطنبك بحبنبك حتنفسن حنفسن حتسيح حسيح كده ذنبك على جنبك، قصر ولم المتكسر يا حبيبي وبلاش انا سافولو. ايه ايه هو ده هو ده سافولو. ايوه 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 مبروك مبروك عريس مبروك زهرة، مبروك يا زهرة مبروك يا زهرة. سقفة فين؟ والحاج فرج. حاج فرج وامي وامك حماية حماية استاذ منتصر استاذ منتصر حبايبي. فين السقف كله سقفوله. ايه 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 كل حارة وكل أوضة يا ليلة عدي ليلة بيضة، ميت سلام وميت تحية، أي حد عليه قضية، نادي الأهلي والزمالك يا منجي من المهالك، ده احنا أجدع ناس بيجروا، ميت سلام لرياض ونجروا، سمكرية مية مية من زمان غاليين عليا، وأم زهرة أم زهرة إيه وأم زهرة نقطتنا كبيرة، أم زهرة نقطتنا دي الكبيرة. أم الهنا يا قمر أم الهنا أم الهنا يا رب السقفة. إيه إيه وأم زهرة وزهرة زهرة سابو زهرة يا زهرة، وقصر ولم المتكسر يا حبيبي وبلاش أنا. وبعدين معاكي يا زهرة هتفضلي ملوعة الحاج لحد امتى؟ ولا ذنبي يا نوال، وانا قلت له يحبني ولا حتى قلت له انا بحبك؟ هو انت فاكره ان كل يوم هتجيلك فرصه زي دي؟ كل يوم هتلاقي واحد زي الحاج يحبك ويقول لك انا عايز اتجوزك؟ ما تيجي تحضرينا يا خالتي، تعالي شوفي بنتك الهبله اللي مش عارفه مصلحتها فين دي. يا اختي اعمل ايه يا نوال؟ اعمل ايه يا اختي؟ ده انا غلبت فيها، مفيش فايده مفيش فايده. ريحي نفسك ياما، انا قلبي رايح في سكه تانية خالص. انت لسه بتقولي يا حب؟ ما كفايه يا اختي اللي جرالك منه، ولا نسيتي عمل فيكي ايه جلال؟ هو راح لحاله خلاص. والتاني اللي سافر من غير ما يقولك ده مرضيش يعبرك ويقولك هو مسافر رايح فين؟
هي كده طول عمرها غاوية الشعبك في الحبال الدايبة. يعني ايه؟ عايزين اتجوز راجل متجوز واخش على الدرتين؟ درتين؟ محدش قال لي الحكاية دي قبل كده. وانا بقول هي مش راضية تتجوزه ليه؟ معرفش، فاكراها بتقول انه كبير عنها في السن. يا خالتي ده هيعيشها ملكة. ملكة؟ ابدا، انا بنتي ما تخشش على درتين ابدا. يا خالتي يا خالتي ما هتتشرط عليه وهتخليه يجيب لها سكن لوحديها. يا سلام، حقها بطلوه ده واسمعوه ده، لهو كمان عايزها تعيش مع الدرتين؟ لا ابدا، ده لازم يجيب لها سكن لوحدها. امال ايه الفلوس اللي على قلبه دي كلها هيوديها فين؟ يعني انت ياما ما عندكيش مانع نتجوز جوازه زي دي؟ اسمعي بقى يا بنتي، انا عايزه مصلحتك، انا عايزه راجل يرحمك من الشقه اللي انت فيه. انت تعبتي، شقيتي كتير قوي في حياتك يا زهره، والراجل ده يا بنتي شريكي وبيحبك ومش هيأخر لك طلب ابدا تطلبيه. معلش، لو عايزين تريحوني بصحيح يبقى سيبوني في حالي، انا لسه حتى ما نسيتش ماجد. انت لسه بتفكري فيه يا زهره؟ وبعدين يا حاج، ما تسيبك منها بقى، خلينا نلتفت لشغلنا. دي بنت نمروده وملعونه الصراحه بقى، انا مش عارف البنت دي عايزه ايه بالظبط. نفسي اعرف هي عايزه ايه بالظبط. متحير نفسك ليه يا حاج؟ ما المثل بيقول لك شيل ده من ده يرتاح ده عنده. اشيل ايه واحط ايه يا منتصر؟ طب وبعدين يا حاج، اخرتها ايه؟ انت عارف اخرتها، هتجوزها طبعا. بالعافيه يا حاج. وانا من امتى يا واد متجوز بالعافيه؟ امال المخ ده راح فين؟ خلاص يا حاج، شغل المخ ده بقى بسرعه عشان نخلص من الجوازه دي ونفوق لشغلنا. ومين قال لك انه ما اشتغلش؟ تعال اقعد بقى، تعال اقعد عشان افهمك هنعمل ايه بالظبط. أهلاً بعروستنا الحلوة. أهلاً يا حاج، إزايك؟ عامل إيه؟ الحمد لله. رضا، قوليلي، بصيتي على يافطة المحل اللي تحت؟ شفتها، بس أنا مش عارفة أنت عملت كده ليه؟ أنا أصل بصراحة مش عاجبني شغلك في المستشفيات. أمال إيه؟ ولا أنا أمي منين؟ ودي حاجة تعدي الحاج برضو يا ست زهرة، الحاج مرتب لك. استنى انت يا منتصر، انا عاوزك تمسكي لي محلات اللي في القاهره. امسكها؟ يعني ايه امسكها؟ يعني تبقى تحت ادارتك. بس انا يا حاج ما بفهمش في الشغل ده. وانا تحت امرك، خلال شهر تكوني فاهمه كل حاجه في الشغلانه من اول دخول البضاعه لغايه ما تتباع ان شاء الله. قلت ايه يا بنت الحلال؟ قلت لا اله الا الله. بس كل ده يعني عشان ايه؟ ابدا، انا ما انساش جمايلك عليا في المستشفى، عايز اسعدك يا ستي. قلت ايه وبعدين؟ انت برضو لسه مش عايزه تتجوزيني يا حاج؟ انت مش فاهم، انا مش رافضه اتجوزك انت بالذات، انا عموما فكره الجواز دي كلها ماجلها شويه. طب تاخدي مهله قد ايه تفكري فيها يا زهره؟ هاتي يا فضل يا حاج. تسلم ايديك يا ست الكل. اتفضل. شكرين يا ستي.
ايه قلت ايه يا زهر؟ ما تخليكي معانا يا ست الكل. ربنا يعلم يا حاج، ربنا يعلم انا بوصيها عليك قد ايه. انت مش قلت لها فكر؟ انا هفكر. الله، اهي دي بقى القهوه اللي طول عمري نفسي اشربها. تسلم ايديك يا حماتي. عوام كده عملتها حماتك؟ هي بقى طلعت من بوق الحاج كده، وان شاء الله يطلع فلحي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. انا كمان بقول المكتب نور وفج ليه مره واحده. اتفضلي اتفضلي. شكرا يا حاج. يا اهلا يا اهلا، اتفضلي استريح. انا قلت يعني اجي اتكلم معاك كده في موضوع مهم قوي قبل ما اقول لك على موافقتي على الجواز. وماله، موضوع واثنين وثلاثه، بس المهم استريحي. عودي، انا لو طلع منك من قلبي كرسي كنت عملتهولك. استريحي. انت تشربي ايه الاول؟ لا بعدين نتكلم في الموضوع. ما ينفعش، معقوله تشرفيني في مكتبي وما تشربيش حاجه؟ ما قلت لك بعدين. خير ان شاء الله. انت طبعا فاكر ان انا بنت بنوت وان انت هتبقى اول جوازه ليا. هو في يعني لا مؤاخذه حاجه ما اعرفهاش؟ انا كنت متجوزه قبل كده وجوزي طلقني وسافر. مع السلامه. بس يعني مش ناوي يرجع؟ مش عارفه. انت ايه رايك؟ يا اهلا وسهلا. بس فوزي يا ام نوسه، شغل النهارده يا اخويا؟ خير. ايه بس اسمها منال بستيل عايزه تعمل قضيه خلع؟ لا ملناش فيه. وايه تاني؟ والمعلم غريب بيقول لك يلبسك النهارده. طيب يا ام نوسه من فضلك اعملي لنا اتنين شاي. العين اعمل لك حلبسه. حلبسه؟ طب زودي الدقه يا ام نوسه. عيني. ما قلتليش يا ست بقى، ايه الدوافع القويه اللي ورا الخطوه العزيزه قوي دي النهارده؟ الحاج فرج ابو اليسر عايز يتجوزني. الحاج فرج ابو اليسر عرض عليك الجواز؟ ايه يا فوزي؟ شايفه كتير عليا ولا ايه؟ ها لا لا، بالعكس استاذن، ما تقوليش كده، ده ما تفهمنيش غلط. يسكت ليه؟ لا انت تستاهلي اكتر من كده بكتير يا زهر. الف مبروك. لا ما تتسرعش قوي، انا بس وافقت كده مبدئيا، بس عندي شروط كتير قوي. بس دي جوازه كويسه. ايوه بس انا متجوز اتنين على ذمته. ست وماله، ما هو ده اللي شايع بين رجال الاعمال والاغنياء اليومين دول. المهم انت ما تخلوش الجوز الرابعه. عارف انك تقدري. يعني انت شايف ان مصلحتي اتجوزه؟ قولي لا. مش احسن من الحياه الضنك والبهدله اللي انت فيها؟ انت عارفه يا زهر انا اكتر واحد في الدنيا دي بتمنى لك الخير، ونفسي تعيشي في مستوى احسن من اللي انت فيه ده بكتير. وانت يعني اقل من الستات المتنغنغه وعايشين في قصور وعربيات. بالعكس انت احسن منهم كلهم، وخلي بالك دي فرصه ما ينفعش تضيعيها. ايوه بس انا عندي شروط كتيره قوي يا فوزي، لازم اوافق عليها الاول. لا من ناحيه الشروط والحقوق ما تقلقيش، هكتب لك كل حاجه في عقد الجواز، بحيث لا قدر الله يعني لو ما حصلش نصيب او اي طلاق او اختلاف يبقى حقك مضمون. انا كمان كنت صريحه معاه، قلت له ان انا كنت متجوزه قبل كده واتطلقت، سبته بقى هو يفكر. ايه يا جماعه؟ طب فهموني، ايه طلباتكم بالظبط يعني؟ قول لي، هو صحيح الحاج هيتجوز البت الممرضه اللي ما تتسمى دي؟ هو الحاج مش قال لكم؟ اوه الحج بيحكي كتير بس اوقات ما بيفعل باللي حكاه. ايوه بس للاسف بقى المره دي هيفعل باللي حكاه. وايه اللي معطله يعني؟ والجواز ده عدم المؤاخذه مش محتاج شويه ترتيبات يعني؟ احنا بقى مش عايزين الجوازه دي تتم. يعني ايه؟ يعني ما بدنا مره ثالثه بهالبيت. امال بدكوا ايه في هالبيت؟ الله، وبعدين بقى بتفتح مخك معانا، ايه مش فاهم ايه؟ طيب ما وفروا عليا وريحوني
وفهموني ايه طلباتكم بالظبط. اخص اخص عليك يا استاذ منتصر، نحن كنا مفكرين بانه انت رح تفهم علينا وتريحنا من هالممرضة الملعونة. ايوه اريحكم منها ازاي يعني؟ نقتلها. ماشية في بحر الحياة بحلم ألاقي الشط وأشوف أرض النجاة من بعد زي الخط. ماشية في بحر الحياة.